جانب من اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه كان في نقاط محدده تحدث عنها. تحدث عن انه يعني هذه فرصه لاحياء عمليه السلام مره اخرى، قيام الدوله الفلسطينيه على حدود 67، والوقوف ضد نزوح الفلسطينيين من اراضيهم ورفض هذا الامر تماما. الرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كان بيتحدث عن دور مصر المهم في هذه الأزمة، كان بيتحدث عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وكان بيتحدث عن أهمية ورؤية مصر في هذا الموضوع. مرة تانية أرحب بأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل معنا في هذه التغطية الخاصة عبر شاشة أون. أهلا بحضرتك مرة تانية، وعايزة تعقيب حضرتك على هذه التصريحات. يعني هي تصريحات يعني بيأكد فيها الرئيس السيسي موقف مصر الحاسم والواضح، أكد فيها أن فيه 4000 فلسطيني ماتوا في هذه الحرب، وأن حصار غزة حصار قاتل ومرفوض، لابد من إيصال المساعدات. أكد فيه أن دي فرصة أن احنا نبحث في إنهاء أسباب النزاع، أن احنا نبحث حل الدولتين وأقام الدولة الفلسطينية على 4 من يونيو 67. وده اللي بيخلي المحنة اللي بتعرض لها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني تبقى منحة، عندما يعني نتطلع إلى إيجاد حل نهائي لعذاب هذا الشعب العربي العظيم الصم صمود أسطوري، يبقى احنا حولنا كل جرائم نتنياهو إلى يعني نقبلها طالما انها في النهايه سوف تنتهي بايجاد حل لفلسطين. الجديد في الامر ان اليوم موجود رئيس وزراء بريطانيا، من يومين كان موجود، امس كان موجود رئيس وزراء رئيس مستشار المانيا رئيس وزراء المانيا يعني، وقبلها كان الملك الاردني وكان موجود اساسا وزير خارجيه امريكا، ثم كان موجود بايدن واحنا لغينا زيارته، ودات هم وحاليا الامين عام للامم المتحده ده على الحدود. دات الرباعي المساند متنادى مطلقه لاسرائيل، يعني امريكا بريطانيا فرنسا المانيا، ودات رباعي الذي اطلق العنان لنتنياهو لكي يفعل جرائمه في غزه. كلهم جم القاهره بعد موقف القاهره الرسمي، ما رحوش لاي عاصمه عربيه اخرى، ما رحوش لاي عاصمه في العالم كله، ده جم مفتاح الازمه، جم لمن تملك القوه الرادعه، لمن تملك الرؤيه الصحيحه والواضحه، لمن وقفت بكل وضوح واعلنت لن ننفذ اعلان يهودي الدوله اليهوديه وتطهير فلسطين منها وطردهم خارج اراضيهم. فها هم جم عندك عشان يقولوا الحل، وجم على ارضيتك نفس كلامك رددوه، يعني موضوع المساعدات رددوه، ايقاف العدوان رددوه، موضوع ان احنا جايين نسمع مصر وجهه نظرها في الحل اللي هو حل دولتين قالوه، وده اللي برغم ان وزير خارجيه امريكا هو واقف على سلم الطياره، ما هو ما لحقش يعمل مؤتمر صحفي مع الرئيس، الرئيس عمل مؤتمر صحفي وقال له الدنيا كلها اللي عايزه، عمل هو مؤتمر صحفي على سلم الطياره، قال حل الازمه حل الدولتين. يعني حاليا الدول المسانده للعربده الاسرائيليه والهجمات الوحشيه الاسرائيليه الان بتقترب من وجهه نظرك، وده معناها انتصار للدبلوماسيه المصريه. الدبلوماسيه المصريه اللي انا شايف فيها بيتعانق فيها وبيتناغم فيها الخبرات العسكريه بالخبرات الدبلوماسيه. انت عندك دبلوماسيه من نوع ثاني. الدبلوماسيه بتلوح بالردع وبدون ما تكلم تقول كلمه الردع. بتلوح ان هذا الكلام يهدد السلام ويقول المنطقه الى حرب بدون ما يعلن ان احنا هنعمل اعلان الحرب. الدبلوماسيه اعتقد هي هتبقى مدرسه جديده سوف تدرس، لان معالجه مصر الازمه الحاليه وصل فيها الدبلوماسيه المصريه الى قمه النضج. قمه النضج فيها وقمه النجاح والتالق فيها ان الدول المسانده للعدوان جت عندك وبتردد نفس كلامك، ان حاليا الامين العام للامم المتحده بنفسه وده يعني اهم شخصيه دوليه في العالم جه عندك وعند رفح المصري وعمل مؤتمر صحفي واشاد بمصر واشاد برئيس مصر واشاد بالمساعدات اللي قدمتها مصر تجاه المحاصرين في غزه. يعني انا اقول ده احنا بنصنع التاريخ من جديد، ما حدث في من عدوان يعني وحشي على غزه ده احنا مصر بدبلوماسيتها بحنكه قائدها وحكمته
هتحول هذه المحنة إلى منحة إن شاء الله يجعل من حلمنا بإقامة دولة فلسطين قريب المنال إن شاء الله. الحديث كمان الدائر حاليا، هل إسرائيل ستقوم باجتياح بري لقطاع غزة ولا لا؟ التصريح الصادر من المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد باتريس، كان مدير السابق للسي اي اي، كان بيتحدث أو بيصرح بأنه الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة لو حصل سيستمر سنوات وسيكون قتالا مروعا. وحسب تصريحه لصحيفة بوليتيكو الأمريكية قال أن تل أبيب ستواجه إذا دخلت غزة برا وضعا أصعب من الذي واجهته القوات الأمريكية في الصومال. من التصريحات والتصريحات الإسرائيل أو الجانب الإسرائيلي بيتحدث أنه لا، الاجتياح البري ده أمر لابد منه، والتصريحات والمحللين بيقولوا لا، مش يعني على الارض مش هيحصل. حضرتك شايف انه هيحصل ولا مش هيحصل؟ لا انا شايف انه مش هيحصل، مش هيحصل اجتياح نهائي، ولا يجرؤ حكومه تل ابيب هذه المتطرفه انها تدخل بري. طب ما شارون اللي كان اقوى من نتنياهو هرب من غزه بدون اتفاق وسحب قواته، ده هيعيشوا في الجحيم. والان المقاومه الفلسطينيه مش زي تستحق زي ايام شارون، بالرغم من ان احنا بنشهد عملية انتقامية شديدة حاليا. يعملوا طيران، يملكوا ايه؟ طيران، يملكوا السماء. يملكوا السماء اللي ينزلوا فيها الاطنان من القنابل الثقيلة والمميتة. لكن هل يدخلوا ارضا؟ لا، غزة عايشة على سبع على شوكة انفاق يعرفها المقاومة. وبعدين المقاومة خدت كل خطط الاسرائيلي من القواعد العسكرية اللي هيم عليها. في منهم قاعدة استخباراتية في فضاء في فضاء غزة، خدت منها على كنز من المعلومات. وعلى سان كده يعني الكل بيقول لك المقاومه الفلسطينيه بتتمنى ان يدخلوا غزه، ولما يدخلوا غزه هتبقى دي الهزيمه المروعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي. وزي ما قلت لك ان شارون كان من اقوى رؤساء الوزراء الاسرائيليين اللي تولوا اداره الامور في اسرائيل، واشدهم عنفا وبطشا وارهابا وتحدث عنه بلا حرف في هذه المساله. نتنياهو بالنسبه له تلميذ، هرب من غزه لما استطاع ان يواجه المقاومه الفلسطينيه، وكان وقتها تسلحها محدود وايضا معرفتها بخطط العدو كانت محدوده. الان خدت كنز استراتيجي في موقعة 7 اكتوبر، وعندها معلومات ضخمه جدا، بل عندها اسماء بالعملاء كمان خدوها من هناك، وكل ما كانت تعد اسرائيل من خطط موجوده معاهم هناك. وهم عندهم إذا كانوا قدروا يعني يدخلوا بحوالي 2000 مقاوم فضاء غزة وفي عملية هجوم كاسح، لا هم طبعا المقاومة الفلسطينية جاهزة، ومش مقاومة بس فلسطينية، حماس بس، ومقاومة الجهاد، ومقاومة الفصائل الإسلامية، والمقاومة من خلال فتح أيضا. أنت طبعا هتكون في المقاومة الفلسطينية عشان تنزل بالعدو الإسرائيلي هزيمة هي الأروع والأشد تأثيرا فيهم من أيام هزيمة 6 أكتوبر 73.